تعال نشوف الفيديو جراف ده ابرز 5 انتهاكات جمعناهم في مسرحية عباسية اسمها الانتخابات الرئاسية. شوف كده. ماشي لوحدي في الشارع لقيت اللي ماسكني كده ورماني في العربيه ورحت انتخبت بالعافيه، مع ان دي مش انتخابات، انا كاتب لهم حسبي الله ونعم الوكيل. ده ابرز انتهاكات حصلت في غلطه في ايه المصري اليوم؟ الدوله تحشد. ادي ابرز انتهاكات.